أهلا بكم مجددا. أنا بصدد القيام بالعديد من الأسئلة عن المكثوفات، ذلك بسبب أنك تتعلم شيء أكثر ما من رؤية شخص يفعل ذلك والتفكير بصوت عال في هذه الصيغ. دعنا نبدأ بمسألة عامة. دعني أقول أنا على قمة منحدر وأنا أقفز، بدلا من رمي شيء ما أنا أقفز من أعلى المنحدر. سوف لن نقلق في حركتي من أي جهة كانت، فقط سوف أفرض أنني أتجه للأسفل، حتى أنه يمكنني أن أعتقد أن شخصا ما قد دفعني من أعلى المنحدر. دعني أقول في أعلى المنحدر كانت سرعتي، في أعلى المنحدر كانت سرعتي الابتدائية، سرعتي الابتدائية سوف تكون صفر، سوف تكون صفر لأنني كنت ساكن قبل أن يرميني شخص أو أن أقفز. وفي قاعدة المنحدر، في قاعدة المنحدر السرعة النهائية كانت، سرعتي النهائية كانت 100 متر لكل ثانية. سؤالي لك، ما هو ارتفاع المنحدر؟ ما هو ارتفاع المنحدر؟ أعتقد أن هذا وقت جيد لإدخال اتجاه الحركة للسرعة لعرض هذه الكمية القياسية، ولنفرض أنها للأعلى موجبة وللأسفل سالبة. وفي الواقع سرعتي هي 100 متر لكل ثانية للأسفل، ويمكنني أن أفرض العكس. وبسبب أننا قلنا للأسفل سالبة وتسارع الجاذبية للأسفل دائما يسحبك للأسفل، ويمكننا القول أن التسارع يساوي تسارع الجاذبية الأرضية ويساوي سالب 10 متر لكل مربع ثانية. لقد وضعت هذا الرقم بسبب أننا على هذا الكوكب، وبالتالي يجب علينا استعمال ذلك الثابت، وهو الرقم الحقيقي له 9.8 بالعشرة، ولكن كتبت 10 لكي تكون الحسابات أسهل ونستطيع أن نحسب ذلك بدون استخدام الآلة الحاسبة. والإشارة السالبة بسبب أنه باتجاه الأسفل. سؤالي لك، أنا أعرف السرعة الابتدائية وأعرف سرعتي النهائية قبل أن أضرب سطح الأرض، ما هي المسافة؟ نريد معرفة المسافة في هذا في هذه الحالة. ما هي المسافة؟ المسافة سوف تكون ارتفاع المنحدر، وكيف نجد ذلك؟ ما هي الصيغة الوحيدة التي نعرفها عن المسافة؟ في الواقع تغير في المسافة، لكن في هذه الحالة إنها نفس الشيء. التغير في المسافة يساوي معدل السرعة، يساوي معدل السرعة. عندما تعلمت ذلك في المدرسة وربما حتى في المدارس الابتدائية، أنت لم تقل معدل السرعة لأنك دوما كنت تفرض أن السرعة ثابتة، والسرعة اللحظية كانت شيء مشابه لذلك، والآن بسبب أن السرعة تتغير سوف نقول معدل السرعة. إذن التغير في المسافة سوف يساوي التغير في السرعة ضرب الزمن. هذا يجب أن يكون بديهيا لك، والسرعة في الواقع هي المسافة مقسومة على الزمن. التغير في السرعة مقسوم على الزمن، التغير في الزمن أو تغير في المسافة مقسومة على تغير في الزمن. دعني في الواقع أكتب هذا، لأنه نفترض غالبا أنه
نبدأ عند مسافة تساوي صفر، ونفترض أننا نبدأ عند زمن يساوي صفر، ويمكن كتابة المسافة تساوي معدل السرعة ضرب الزمن. ربما لاحقا في عدة حالات سوف لن نبدأ عند زمن يساوي صفر أو مسافة صفر، وفي تلك الحالة يجب أن نكون أكثر حذرا، لأن المسافة تساوي معدل السرعة ضرب التغير في الزمن. هذه الصيغة قد عرفناها، ودعنا نقوم بإيجادها. هل يمكننا إيجاد معدل السرعة؟ معدل السرعة هو التغير في السرعة الابتدائية والسرعة النهائية. معدل السرعة يساوي معدل السرعة يساوي معدل هذين الرقمين، إذن سالب 100 زائد صفر مقسوم على 2. معدل الأرقام هذه وهذا يساوي 50 متر لكل ثانية. نحن قادرين على إيجاد ذلك. هل نستطيع إيجاد الزمن؟ ونحن نعرف السرعة أو تغير في السرعة. التغير في السرعة يساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية. السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية، هذا ليس شيئا وهميا ولا يجب عليك حفظ هذا. أتمنى أن يكون هذا بديهي لك. إذا التغير هو السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية، وهذا التسارع ضرب الزمن. هذا يساوي التسارع ضرب الزمن. إذا ما التغير في السرعة في هذا الوضع؟ السرعة النهائية هي سالب 100 متر لكل ثانية. سالب 100 متر لكل ثانية. والسرعة الابتدائية تساوي صفر، إذا التغير في السرعة يساوي سالب 100 متر لكل ثانية. إذا هذا يساوي سالب 100 متر لكل ثانية، ذلك يساوي التسارع ضرب الزمن. ما هو التسارع؟ إنه سالب 10 متر لكل مربع الثانية، وسيكون للأسفل، سالب 10 متر لكل مربع الثانية ضرب الزمن. هذه معادلة جميلة. دعنا نقسم كلا الطرفين على التسارع على سالب 10 متر لكل مربع ثانية، وسوف نحصل على الزمن يساوي، الزمن يساوي، السالب يجب أن تلغى لأن السالب هو صعب، ونحن نفترض أن الزمن موجب. إنه من الجيد أن نحصل على إجابة للزمن موجب، السالب يلغى ونحصل على الزمن يساوي 10 ثوان. ذلك هو، لقد أوجدنا الزمن وأوجدنا معدل السرعة، والآن سوف نجد ارتفاع المنحدر. المسافة تساوي معدل السرعة ناقص 50. معدل السرعة ناقص 50 متر لكل ثانية ضرب 10 ثوان. المسافة هذه سوف تكون سالب 500 متر. 500 متر. هذا ليس منطقيا لك. ماذا نعني بسالب 500 متر؟ هذا في الواقع صحيح، لأن الصيغة هي في الواقع تغير في المسافة. إذن التغير في المسافة، إذا كان لدي منحدر، دعني أغير الألوان.
سوف نفرض أننا بدأنا عند هذه النقطة الموجودة هنا، والمسافة تساوي صفر بعدها سطح الأرض. إذن كان المنحدر إذن كان المنحدر هو 500 متر من الارتفاع. المسافة النهائية في الواقع سوف تكون سالب 500 متر. يمكننا فعلها بطريقة أخرى إذا قلنا هذه 500 متر وهذه صفر، ولكن المهم في الحقيقة هو التغير في المسافة. لقد قلنا من أعلى المنحدر إلى سطح الأرض، فإن التغير في المسافة هي سالب 500 متر، والسالب بالاعتماد على اتفاقنا لقد قلنا للأسفل، لذا التغير هو 500 متر للأسفل من المنحدر. هذا فعليا ممتع. إذا ذهبت 500 متر هذا يساوي 1500 قدم. وهذا بوضوح يبدو عاليا جدا. إذا قفزت مثل هذا، ولنفرض لا مقاومة للهواء والذي هو افتراض كبير مثل إسقاط فلسا من الهواء، إذا أسقطت فلسا من أعلى برج أو بناء مثل ذلك الجزء السفلي سوف يكون 100 متر لكل ثانية. هذا في الواقع سريع جدا، ولهذا لم نقم بفعله لأنه سريع جدا وقادر على قتل أحدهم. أنا لا أريد إعطائك فكرة سيئة، ولكن هذا ممتع. هذه الفيزياء تسمح لك بحل هذه الأنواع من المسائل. في العرض التالي سوف أستمر في عرض المسائل، وأمل أنك تدرك كل شيء. عندما تسقط كرة، معدل السرعة وتغير في السرعة هو التسارع ضرب الزمن، وتغير في المسافة تساوي التغير في الزمن ضرب التغير في السرعة. كما فعلنا ذلك الآن، سوف أراكم في العرض التالي. إلى اللقاء.